لكن انا النقطه المحوريه في حياتي في النادي الاهلي كانت مع كابتن صالح سليم رحمه الله عليه. الله يرحمه يا رب ويحسن اليه، من النماذج التي لن تتكرر. المهم دي حقيقه. وكانت نقطه محوريه خلافيه. كابتن صالح كان له وجهه نظر محترمه جدا وصحيحه انه ما ينفعش نبقى في داخل الاطار الاجتماعي عاملين تمرين رياضي. ما ينفعش جوه الكلاب هاوس الاقي لعيبه خارجين من دوره المياه لابسين بدل كاراتيه، وده منطقي جدا. ما ينفعش كلام محترم جدا. ما ينفعش قدام المطعم بين المطعم والجنينه الاقي ولاد بتتمرن كاراتيه في وسط الناس اللي قاعده اجتماعيه خالص في كبار وهو قال الكلام ده اكتر من مره، واحنا ما كانش عندنا مكان فكنا بنتصرف الحته اللي هي فاضيه بنروح نتمرن فيها. ما كنتش بتتضايق من الكلام ده يا دكتور؟ لا بتضايق بس انا اتضايق اتفلق، لازم الشغل يتعمل. مش حاجه اسمها ده يعني، لازم الشغل يتعمل كويس. فالكابتن صالح في كان عائد من لندن بقاله مثلا يومين ثلاثه وجاي نادي العصر وجاي من ناحيه حمام السباحه، لقى قدام المطعم كان في حته بلاط كده قدام المطعم بين المطعم والجنينه في مدخل الكلاب هاوس، لقى فرقه كاراتيه بتتمرن وانا قاعد الناحيه الثانيه في الجنينه بقى عشان اتابعهم. مظبوط. ووقف وشاور بصباعه وانا متوقع طبعا الحوار ايه، فرحت قايم رايح له. ايه ده؟ حوار طويل ملوش لازمه دلوقتي، حوار خلافي طويل. قلت رايي بصراحه من غير ما اغلط من غير ما يقل ادبي. وهو زعل جدا. هو ده النادي الاهلي. هو زعل جدا ان انا رديت. ودخل يتحقق. فلقى ان الكلام اللي انا قلته منطقي. قال لهم الله ده الراجل ده متربي كده. ده ما قالش حاجه غير انه انا ما عنديش حل غير كده. يعني الراجل ما عمليش حاجه، ده انا لو مطرحه كنت هديت الدنيا. الكلام ده فيه شهود عليه على فكره. اه طبعا. وكابتن صالح سليم قام باصدار جواز سفر دبلوماسي ليا يوميها. انا كنت متوقع انه هترفض. فانا قاعد مستني اترفض بقى، خلاص انا رديت على كابتن صالح اما في كلام هترفض 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 100% وهروح في داهيه بس اقول الحقيقه. ده اللي انا عارفه عنك بصراحه. اه وكابتن صالح بعدها بنص ساعه ولا حاجه استدعى الكابتن عدلي القيعي كان مدير النادي وقتها واستدعى اللواء الله يرحمه اللواء هاني عبد العال كان مدير النشاط الرياضي. وكده بالنسبه لي انا تحققت الرؤيه ان جايب مدير النشاط ومدير النادي بيطلع لي قرار فصل وانا راضي ما عنديش مشكله. كويس. ودخلوا قعدوا في الاوضه ساعه 2 3 ما طلعوش. وايه ابي طب بيحضروا الورق بيحضروا الورق اكيد. وخلاص الساعه 11 وهم روحوا ما حدش كلمني لا طلبني ولا قال لي انت بتعمل خلاص. تاني يوم جالي احد العاملين في الاداره وقتها قال لي يا عم، قلت له ايه؟ قال لي انت عديت. ليه؟ قال لي كابتن صالح دخل سال على الكلام اللي انت قلته له فقالوا له اه مظبوط. قال لهم يعني الراجل ده عامل شغله؟ قالوا له اه مظبوط. قال لهم طب اللي هيقرب له تاني انا هرميه بره النادي. ده يعمل اللي هو عايزه. احنا النادي الاهلي اللي بيشتغل عندنا احنا لازم نساعده ونقف معاه. مظبوط. والراجل ده بيشتغل وانا مش عايز حد يجي ناحيته تاني. طول ما انا موجود في النادي الاهلي خلاص مالكوش دعوه بالراجل ده. حلو جدا. فالسر التقدم الحقيقي والدفعه الحقيقيه ليا كانت من الكابتن صالح سليم. هو ده الباور. سنه 95 كنا لسه بنفتتح فرع مدينه نصر جديد وحصل انطلاق باعداد رهيبه جدا. وصلنا كام يا دكتور دلوقتي؟ لا ما اقدرش احصر يعني لو غشيت من الكابتن عدلي القيعي هقول ان تسجله في النادي الاهلي بغض النظر عن مين استمر ومين اعتزل والى اخره قرب ال 100,000 على تاريخ النادي؟ على تاريخ على تاريخي انا على تاريخ النادي في الكاراتيه مع يعني من 93 لحد النهارده تقريبا. اعتقد ان اللي موجود على الاوراق اتسجل لممارسه رياضه الكاراتيه يصل في حدود ال 100,000.